يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب لأحد الدعاة يقول من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فيقول الذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي الفجر مع المسلمين بغير عذر شرعي فهو كاذب بلا إله إلا الله، والذي يقول لا إله إلا الله ويضع أمواله في البنوك فهو كاذب بلا إله إلا الله، فهل هذا القول صحيح؟ هذا فيه مبالغة، ما فيه شك إن هذا نقص، نقص في انقيادة، ما هو بالإخلاص، هذا ما هو من شرط الإخلاص، هذا من الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، فهذا لم ينقد انقيادا كاملا فيكون انقياده ناقصا، ولا يبطل لا إله إلا الله ولكن ينقص ثوابها. نعم.